التي تدور وتدور تدور وتدور تدور وتدور عجلات الحافلة تدور وتدور في كل المدينة. المساحة في الحافلة تتحرك بخفة خفة 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 خفة. المساحة في الحافلة تتحرك بخفة خفة خفة في الصد شفاء وردية وأسناب شعر مجرع جميل جدا عيون زرقاء جميلة أيضا قطة المعلي أهذا أنت؟ نعم نعم نعم. خد سميك غمزة في الصد شفاء وردية وأسناب شعر مجرع جميل جدا عيون زرقاء جميلة أيضا قطة المعلي أهذا أنت؟ نعم نعم نعم. خد سميك غمزة في الصد شفاء وردية وأسناب شعر مجرع جميل جدا عيون زرقاء جميلة أيضا قطة المعلي أهذا أنت؟ نعم نعم نعم. خد سميك غمزة في الصد شفاء وردية وأسناب شعر مجرع جميل جدا عيون زرقاء جميلة أيضا قطة المعلي أهذا أنت؟ نعم نعم نعم. عشرة في السرير وصغير وقال تدحرب تدحرب فتدحرب ووقع واحد تسعة تسعة. كانوا تسعة في السرير وصغير وقال تدحرب تدحرب فتدحرب ووقع واحد ثمانية ثمانية. كانوا ثمانية في السرير والصغير وقال تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد سبعة سبعة. كانوا سبعة في السرير والصغير وقال تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد ستة ستة. كانوا ستة في السرير والصغير وقال تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد خمسة خمسة. كانوا خمسة في السرير والصغير وقال تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد أربعة أربعة. كانوا أربعة في السرير والصغير وقال تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد ثلاثة ثلاثة. كانوا ثلاثة في السرير والصغير وقال تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد اثنان اثنان.
كانوا سنان في سرير وصغير وكل تضحرك تضحرك فتضحرك ووقع واحد 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 كان واحد في سرير وصغير وقال تصبحوا على خير. لنتعلم الاستعداد في الصباح الباكر مع بوب القطار. هكذا ننظف أسناننا 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 هكذا ننظف أسناننا بالصباح الباكر. هكذا نغسل وجهنا 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 هكذا نغسل وجهنا بالصباح الباكر. هكذا نمشط شعرنا 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 هكذا نمشط شعرنا بالصباح الباكر. هكذا نرتدي الملابس 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 هكذا نرتدي الملابس بالصباح الباكر. هكذا نذهب للمدرسة المدرسة المدرسة هكذا نذهب للمدرسة بالصباح الباكر. مرحبا أنا بوب القطار. هل تريدون رحلة إلى الفضاء؟ هيا بنا للفضاء مع بوب القطار سنمرح ونلعب في قطار الفضاء. هيا بنا للفضاء مع بوب القطار سنمرح ونلعب في قطار الفضاء. عطار عطارد قريب من الشمس الجو حار هناك لا نريد الاحتراق. أنتم بأمان معي فلن نقترب منه سنمرح معا بكل ما يمكن. وها هو الزهرة ممتلئ بالسحب من هناك بالداخل هيا نناديهم. مرحبا هل من أحد بالداخل؟ كرويك الأرضي لكن بلا سكان هيا إلى الطريق لباقي الكواكب. ما هذا الأزرق؟ إنه كوكبنا مملوء بالمياه والأرض والثلوج. نحن نعيش هناك بالماء والهواء والجو معتدل ليس بارد أو حار. خمنوا ما هذا؟ الكوكب الأحمر. هيا ننظر عن قرب ما أجمل المنظر. الكوكب الرابع من بعد كوكبنا
أتعرفون الاسم؟ إنه المريخ. والآن المشترى الضخم الكبير، أضخم الكواكب أكبر من الأرض، به بقعة حمراء وعدة أقمار. هيا نكمل رحلتنا ونغني أغنية الكواكب. هيا بنا للفضاء مع بوب القطار، سنمرح ونلعب في قطار الفضاء. هذا يبدو جميل وحوله خاتم، اسمه زحل، هيا نذهب إليه. له دوائر عدة مصنوعة من الثلوج، لو كنت أعيش هناك كنت سأكون سعيدة. وأيضا أورانوس له بريق أزرق، صعب أن تراه، فهو مملوء بالغاز. مرحبا، ماذا لديك هناك؟ نبتون أمامكم باللون الأزرق، كتلة جليد وبه أيضا ماء. إنها الكواكب لكن هناك مزيد، الرحلة طويلة وسنطير معا. هيا بنا للفضاء مع بوب القطار، سنمرح ونلعب في قطار الفضاء.